كل سنه وانت طيبه. بس انت كل سنه وانت طيبه يا شادي، وصباح الخير والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. وزي فعلا ما اتكلمت يا شادلي انت وبسنت، النهارده احنا بنحتفل بالذكرى العاشره لبيان 3 يوليو 2013 واللي كان بمثابه طوق نجاه للدوله المصريه واستجابه لمطالب ملايين المصريين اللي خرجوا في جميع ميادين مصر للخلاص من الجماعه الارهابيه. كمان عايز اقول ان التاريخ هيقف امام البيان اللي اعلنه وقتها الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في اعقاب ثوره 30 يونيو، وكان من اجل اعلاء مصلحه الشعب المصري وتحقيق رغباتي واهداف ثورتي في اصدق تعبير على انحياز الجيش لصوت ملايين المصريين. بيان 3 يوليو 2013 هو بالفعل اعاد الروح لجموع الشعب المصري وطمأن كل الناس ان الجيش بيقوم بدوره على اكمل وجه وهيحمي مصر وهيقف وراء مطالب الشعب، وان حالة التلاحم الوطني بين الجيش والشرطة والشعب المصري كانت هي السبب الرئيسي في نجاح ثورة 30 يونيو. كل سنة ومصر في تقدم وخير وأمن وأمان، وكل المصريين بخير دايما يا رب.